السلام عليكم، انا دكتور اسلام بسطاوي، مدرس كارديولوجي. احنا النهارده هنتكلم عن الجنرال اكزامينيشن. اهم حاجه في الجنرال اكزامينيشن ان احنا نبقى عارفين ايه هي الكي بوينتس اللي هنتكلم عليها. فاحنا رقم واحد عندنا الجنرال كونديشن بتاعت البيشنت، دايما بنقولها في الاول، بس هي المفروض ان احنا بنقيمها بعد ما بنخلص الاكزامينيشن. يعني مثلا انا ممكن اقول على الجنرال كونديشن بتاعت البيشنت جود جنرال كونديشن، فير جنرال كونديشن، او باد جنرال كونديشن، مش من اول ما ببص عليه، لان انت لما حد يقول لك ليه قلت على العيان ده اوف جود جنرال كونديشن، انت لازم يبقى عندك كلام بتقوله ليه قلت عليه جود جنرال كونديشن. الكلام ده هيبقى مبني على الداتا اللي انت شفتها في الاكزامينيشن. ليه قلت عليه فير جنرال كونديشن؟ ليه اخترت كلمه باد جنرال كونديشن؟ فالكلام ده كله احنا بنعرفه بعد الاكزامينيشن. فهي حاجة بنقولها في الاول، لكن احنا بناخد فكرة عنها بعد ما بنخلص الاكزامينيشن. تاني حاجة بنعمل لها اكزامينيشن هي المينتال ستيت اكزامينيشن. بعدين نشوف البيلت، بعدين نخش على الفيشس لو في سبيشال فيشس، لو في سبيشال ديكيوبيتس، الكومبلكشن بتاعت البيشنت، الفيتال داتا، وناخد بقى الجسم من فوق لتحت، من اول الهيدن نك، الابر ليم، اللور ليم، الاذر سيستمز، الابدومين، الشست، النيورولوجيكال اكزامينيشن لو في اكزامينيشن ريليفنت للسكن او لللمف نودز. تمام، فده بالنسبه للبوينتس اللي هنتكلم عليها في الجنرال اكزامينيشن. احنا خلاص قلنا اول جزئيه بتاعه الجنرال كونديشن. احنا عندنا الاوبشنز بتاعتنا، يا جود جنرال كونديشن، يا فير جنرال كونديشن، يا باد جنرال كونديشن. يعني مثلا لو عين نتكلم على عيان انكونشس فنتليتد شوكد، يبقى اكيد هختار كلمه باد جنرال كونديشن. ولما حد يقول لك ليه قلت ان هو اوف باد جنرال كونديشن؟ علشان كذا وكذا وكذا وكذا. طب ليه قلت ان البيشنت مثلا اوف جود جنرال كونديشن؟ يبقى ده اكيد بيشنت ممكن يبقى بيشتكي بشكوى بسيطه جدا او نون ريليفنت، وكل الداتا بتاعه الاكزامينيشن بتاعته كويسه، فبالتالي هقول عليه اوف جود جنرال كونديشن. ليه؟ علشان ضغطه كويس والهارت ريت كويس ومش فيفرش وما فيش بالور فاهمين قصدي. فده اجابه سؤال انت ليه قلت اوف جود جنرال كونديشن او ليه قلت اوف باد جنرال كونديشن. احنا اتعودنا ان احنا نخش نقول فير جنرال كونديشن، ليه؟ ما اعرفش، هي فير وخلاص. تمام، فده اول نقطه. نيجي بعد كده لنقطه المينتال ستيت اكزامينيشن. لما نيجي نتكلم على المينتال ستيت اكزامينيشن، اول حاجه انا بشوف البيشنت اللي قدامي ده هو كونشس ولا انكونشس. فدي اول نقطه، هل انا بكلم حد واعي ولا بكلم حد مش واعي؟ كونشس وفايق وصاحي او unconscious. alertness مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها انا ممكن ابقى conscious وواعي بس مش alert ليك، انا بكلمك وانت في وادي تاني خالص، ده ال inalertness. بعد كده ال orientation to time place and person، ودي اول درجات ان ال patient يبتدي ال consciousness بتاعه يتأثر. اول حاجة بتتأثر ال orientation to time. هعرفها ازاي؟ ان انا بشوف ال patient بتاعي هو عارف احنا بالنهار ولا بالليل، ودي بتروح قبل الجزء الثاني اللي هو بتاع الاورينتيشن تو بليس، ان هو يبقى عارف هو في البيت ولا في المستشفى. بعدين الجزء الثالث اخر حاجه بتروح في الاورينتيشن هو الاورينتيشن تو بيرسون، ان هو العيان يبقى عارف هو مين، وان انت الدكتور، وان اللي جنبك ده ابنه. فالحاجات دي بتروح بالترتيب، اول حاجه ما يبقاش عارف هو بالنهار ولا بالليل، بعدين ما يبقاش عارف هو في البيت ولا في المستشفى، بعدين اخر حاجه تروح ان هو ما يبقاش عارف ان ده ابنه ودي مراته وان انت دكتور وان هو عيان والكلام ده كله. يبقى اول درجه عندنا ان البيشنت يبقى كونشس واورينتد تو تايم بليس اند بيرسون. بعد الاورينتيشن ما يبتدي يروح، نبتدي نعمل اسسمنت بالجلاسكو كوما سكيل. ايه الجلاسكو كوما سكيل اللي احنا على طول بنسمع عنه؟ هو عباره عن 3 ايتمز. التلاتة ايتمز دي، رقم واحد هو الاي اوبننج، رقم اتنين هو الفيربال ريسبونس، رقم تلاتة هو الموتور ريسبونس. طيب الجلاسكو كوما سكيل الاي اوبننج فيها اربع نقط،
ال verbal response فيها 5 نقط، ال motor response فيها 6 نقط. تمام. الجثة بتاخد 3، يعني مفيش حاجة اسمها جلاسكو كوما سكيل زيرو. تمام. الفايق الصاحي اللي كل حاجة عنده كويسة بياخد 15. تمام. عشان كده احنا لو شايفين تحت في السيفير انجري بيقولك من 3 لـ9، مفيش زيرو ومفيش واحد ومفيش 2. تمام. المودريت انجري من 9 لـ12، من 12 لـ15 ده عندنا مايلد انجري، لانه المفروض ان النورمال نبقى 15. تمام. طب ايه هي البوينتس نفسها اللي في الجلاسكو كوما سكيل؟ اول حاجة بالنسبة للاي اوبننج، لو الشخص بيفتح عينه بنفسه بنقول عليها spontaneous eye opening، ده هياخد في النقطة دي 4. لو لقيته هو قافل عينه بس انت لما بتنده عليه يفتح عينه، ده هياخد 3. رقم 2، لو لقيته ان هو بيفتح عينه مش لما تنده عليه، لما تعمله painful stimulation، ده هياخد 2. اقل حاجة خالص ان هو حتى مع painful stimulation ما بيفتحش عينه، ده هياخد في النقطة دي 1. تمام. يبقى spontaneous eye opening 4، eye opening in response to verbal stimulation 3، eye opening in response to painful stimulation 2، مفيش eye opening خالص حتى مع ال painful stimulation، ده هياخد 1. نيجي بعد كده للverbal response، لو ال patient oriented to time place and person هياخد 5. يا 5 يعني ايه؟ يعني 5 يعني هنا عارف انا مين، عارف انا فين، عارف انا بالنهار ولا بالليل. تمام. confused ياخد 4. يعني ايه confused؟ confused يعني هو بيتكلم وبيقول كلام مفهوم بس هو كلام متلخبط شويه. انا رحت النهارده اجيب، هو بيقول كلام يكون جمل بس هو متلخبط شويه. الconfused ده هياخد 4. الinappropriate words هو اللي عمال يقول كلام كل كلمة لوحدها كلمة مفهومة بس هو مش عارف يعمل جملة، كورة، عربية، انا، انت، كل كلمة لوحدها كلمة مفهومة بس هو مش عارف يكون جملة. الincomprehensible sounds يعني هو عمال يقول بيتكلم بيطلع اصوات لكن هو حتى لا يرقى لمستوى ان هو عمل كلمة، ده هياخد 2. واللي مفيش ريسبونس خالص للفيربال ستيميوليشن هياخد 1. اخر حاجة عندنا هو الموتور ريسبونس، لو البيشنت بتقول له ارفع ايدك ارفع رجلك رفعهم لوحده هياخد 6. لو قرصته فحرك ايده ناحية البينفل ستيميوليشن هياخد 5. لو عمل فلكشن ان ريسبونس تو بين، فلكشن بس لكن ما شاورش على مكان الوجع يعني ما جابش ايده مكان الوجع يحوش ايدك، هياخد 4. في بقى حركات الديسريبريشن والديسريبليشن ان هو يبتدي يحصل ابنورمال فلكشن، ابنورمال فلكشن موفمنت ده بياخد 3. ابنورمال اكستنشن موفمنت بياخد 2. ولو مفيش موفمنت خالص هياخد 1. من البوينتس دي ابتدي احدد الجلاسكو كوما سكيل بتاع البيشنت، اللي زي ما احنا ما قلنا لو انا عندي اخد من 13 لـ15 ده مايلد انجري، من 9 لـ12 ده مودريت انجري، من 3 لـ9 ده سيفير انجري. تمام. ده باختصار المينتال ستيت اكزامينيشن. في اذر بوينتس مش بنهتم بيها قوي، الانتليجنس بتاع البيشنت والمود والميموري، لكن اهم حاجه ان احنا نبقى عارفين ان احنا الدباجه اللي بنقولها بتاعت the patient is conscious alert oriented to time place and person دي اصلها ايه. انا بشوف البيشنت واعي ولا مش واعي، شوف الاورينتيشن بتاعه، عارف احنا بالليل ولا بالنهار، احنا في المستشفى، احنا في البيت، ان انت دكتور وهو عيان. وبعد كده نبتدي نعمل اسسمنت لثلاث نقط، الاي اوبننج، الverbal response والموتور response. بعد كده بنبتدي نتكلم على البادي بيلت بتاع البيشنت. عندنا طرق كتيره نبتدي نعمل بيها اسسمنت للبادي بيلت.
اهم حاجه عندنا هي البادي ماس اندكس. ايه البادي ماس اندكس؟ البادي ماس اندكس بيساوي الويت بتاع البيشنت ان كيلو جرامز على الهايت بتاع البيشنت ان متر سكوير. ومن هنا نبتدي نقسم البيشنت انه اللي تحت 18.5 بادي ماس اندكس ده يعتبر اندر ويت، النورمال بادي ماس اندكس من 18.5 ل 25، من 25 ل 30 بنقول عليه اوفر ويت، وفوق ال 30 نبتدي درجات الاوبستي اللي برضو بتتقسم الى جريدز. تاني حاجه ممكن نعمل بيها اسسمنت للبادي للبادي بيلت بتاعنا الويست سيركمفرنس. اهم حاجه نعرفها في الويست سيركمفرنس ان انا النورمال بتاعنا من 78 ل 94 سنتي في الميلز، وفي الفيميلز من 64 ل 80 سنتي. طيب اوفر ويت من 94 ل 102 في الميلز، من 80 ل 88 في الفيميلز. الاوبيس فوق 102 في الميلز، فوق 88 في الفيميلز. فاحنا كنت بحفظ ايه؟ احفظ ان الميلز من 94 ل 102 تمام، تحت ال 94 انا تمام، من 94 ل 102 ده كده اوفر ويت، فوق ال 102 اوبيس. وفي نفس الارقام دي بالنسبه للفيميلز 80 88 تحت ال 80 اوكي، من 80 ل 88 ده كده اوفر ويت، فوق ال 88 ده كده اوبيس. طب السؤال الاهم هو انا هقيس الويست سيركمفرنس ده فين؟ انا جبت المزورة هقيس انهي نقطه بقى؟ عند الامبليكس. لا هو في كذا طريقه لقياس الويست سيركمفرنس، لكن اكتر طريقه متفق عليها ان انا بجيب النقطه الميد واي ما بين اللور بوردر بتاعه ذا لاست ريب والابر بوردر بتاعه الهيب بون، يعني في المنطقه اللي في النص بين العظمتين اللي هنا اللور ريب والابر هيب بون، تمام، ميد واي ما بينهم. بعد كده نشوف هل البيشنت ده ليه سبيشال فيشس ولا لا. تمام، ممكن يبقى عندنا بالنسبه للكاردياك بيشنتس ممكن نشوف مجموعه من السبيشال فيشس عند البيشنتس. يعني مثلا ده مين؟ ده ثايروتوكسيك. تمام، الثايروتوكسيك بيشنتس ممكن تلاقي عندهم الاكزوفثالموس، ممكن تلاقي عندهم في حالات الجريفز ديزيز البيري اوربيتال ايديما. تمام، دي ميكزيديما فيشس، يبقى عندهم بافنس، يبقى عندهم دراي سكين، وبيبقى عندهم بروتريودنج تانج. ده داون فيشس. داون فيشس بنشوف النيزل بريدج ديبريسد وفلات، وممكن يبقى عندنا بروتريودنج تانج وسمول ماوث، وبيبقى عندهم حاجه اسمها ميديال ابيكانسال فولد. طيب الديكيوبيتس، طب ايه الديكيوبيتس اللي ممكن تفرق معانا؟ اهم حاجه طبعا الاورثوبنيا. يعني ايه اورثوبنيا؟ اورثوبنيا يعني شورتنس اوف بريث اون لاينج فلات. تمام، ممكن اشوف حاجه زي السكواتنج بوزيشن بتاع التترولوجي اوف فالو. وده فكرته ايه؟ فكرته انه احنا بنزود السيستميك فاسكولار ريزيستنس، وبالتالي بنزود البالمونري بلاد فلو. تمام، فده سكواتنج بوزيشن في حالات الفالو. بعد كده نبتدي نتكلم عن الكومبلكشن. الكومبلكشن عندنا تلات نقط مهمين، هما البالور والجوندس والسيانوزس. يعني ايه بالور؟ بالور يعني pale color of the skin and the mucous membrane، والسبب reduction في الoxidized hemoglobin. اهم اسباب البالور الانيميا والشوك. انا ممكن اشوف البالور في الميوكس ميمبرين الكونجنكتيفا، وممكن اشوفه في السكين الميوكس ميمبرين اوف ذا ليبس البالمر كريسس بتاعت البيشنت. بعد كده ممكن نتكلم عن الجوندس. الجوندس يعني ايه؟ يلوش ديسكولوريشن في السكين والميوكس ميمبرين والسكليرا اوف ذا اي، والسبب elevated bilirubin levels. اخر حاجة عندنا في الكومبلكشن هي الساينوزوس. يعني ايه ساينوزوس؟ ساينوزوس يعني بلوش discoloration في السكين والميوكس ميمبرينز، والسبب زيادة الريديوزد هيموجلوبين اكتر من 5
ميلي جرام بير دي سي لتر. وعندنا انواع من الساينوزس، في سنترال ساينوزس، في بريفرال ساينوزس، وفي حاجه اسمها ديفرنشال ساينوزس. السنترال ساينوزس دي بتحصل مع الاسباب الكاردياك والاسباب الريسبيراتوري، وبيبقى عندنا سيستميك اليفيشن في الريديوسد هيموجلوبين، وبالتالي انا ممكن اشوف السنترال ساينوزس في الميوكوس ميمبرين بتاع التنج، الليبس، البريفري اشوفهم في النيلز والتوز. انما البريفرال ساينوزس ده بيبقى عندي بريفرال ريدكشن في الريديوسد هيموجلوبين، وبالتالي دي بنشوفها مع الكولد اكسبوجر في اماكن معينه، في اطراف الصوابع، التوز، التيب اوف ذا نوز، الليبيول اوف ذا اير والكلام ده، او مع حاجات زي الفازو سبازم والفازو كونستريكشن زي رينولدز ديزيز. ده شكل سنترال ساينوزس، تمام. ده ممكن يبقى سنترال ساينوزس وممكن يبقى بريفرال ساينوزس، تمام. لانه في ناس بتبقى معتقده انه طالما الساينوزس ظاهره في البريفري يبقى ده بريفرال ساينوزس. لا، ما هو السنترال ساينوزس السبب سيستميك وبالتالي هيبان في كل حته، تمام. هنسكيب الهيدن ناك اكزامينيشن والفيتال داتا اكزامينيشن، هنسيبه للاخر وهنكمل بقيه الحاجات. عندنا بعد كده ممكن نبتدي نبص على الابر ليم واللور ليم اكزامينيشن، وممكن نبتدي في الابر ليم بحاجه زي النيل كلابينج. النيل كلابينج ده بيبقى 5 ستيجز. ستيج 1 انه بيحصل فلكتويشن في النيل بيد، ستيج 2 اللي بيحصل لوس للنيل بيد انجل، ان احنا نورمالي عندنا هنا انجل عند النيل بيد، مع الكلابينج بيبتدي يحصل لوس لهذه الانجل، تمام. وممكن نعملها ديتكشن بالشامروث ويندو تيست. هنا مفيش كلابينج، هنا في كلابينج، وهنا سبب ان الويندو دي لوست ايه؟ انه الانجل اللي عند النيل بيد بقت اوبليتريتد، تمام. ستيج 3 انه بيحصل زياده في الكونفكستي بتاعت النيل. ستيج 4 الدرامستيك ابييرنس، وستيج 5 دي حاجه راديولوجيكال الهايبرتروفيك اوستيو ارثروباسي. يبقى ستيج 1 فلكتويشن في النيل بيد، ستيج 2 لوس اوف ذا انجل اوف لوفي بوند اللي بنعمل لها ديتكشن بالشامروث ويندو تيست، ستيج 3 زياده الكونفكستي بتاعت النيل، ستيج 4 الدرامستيك ابييرنس، وستيج 5 دي حاجه مش كلينيكال، دي حاجه بالاكس راي بنقول عليها هايبرتروفيك اوستيو ارثروباسي. ممكن نبص على النيلز برضو على حاجه اسمها سبلنتر هيمرج. سبلنتر هيمرج ان انا بشوف فيرتيكال بليدنج في النيل، حاجه مش سبيسيفيك، لكن احنا ممكن في الكاردياك ديزيز نشوفها مع الانفكتيف اندوكاردايتس، تمام. برضو مع الانفكتيف اندوكاردايتس في حاجه اسمها جين واي ليجنز، ودي بالمناسبه فاسكولار ليجنز مش ايمونولوجيكال ليجنز، ودي بتبقى عباره عن نون تندر هيموراجيك نوديولز اور ماكيولز موجوده في البالم والسول. حاجات فاسكولار امبولاي بتعمل لنا الليجنز دي في البالم والسول. اهم حاجه فيها انها ممكن تبقى نودولر وممكن تبقى ماكيولر، لانها ليجنز ما قلناش عليها حاجه معينه فيهم. رقم 2 انها نون تندر. رقم 3 بتبقى موجوده في البالم والسول. غير حاجه تانية ممكن برضو نشوفها مع الانفكتيف اندوكارديتس، وهي الاوسلرز نود. الاوسلرز نود دي بقى مش حاجات فاسكولار، دي حاجات ايمونولوجيكال، تمام، وبتبقى بينفول نوديولز. انا هنا حددت انها اوسلرز نودز نودولار ليجنز. التانية قلنا جين واي ليجنز، ممكن تبقى نوديولز وممكن تبقى ماكيولز، تمام. الاوسلرز نود دي بتبقى بينفول وموجوده في التيب بتاع الفينجرز والتوز، وممكن نشوفها في الثينر والهايبو ثينر ايمينسز، ودي واحده من الايمونولوجيكال فينومينا. في الماينور كريتيريا بتاعه الدايجنوزس اوف انفكتيف اندوكارديتس هتلاقوا انه الخمسه ماينور كريتيريا كان فيهم فيفر اكتر من 38، بريديسبوزنج فاكتور لانفكتيف اندوكارديتس، بوزيتيف بلاد كلتشر مش ماتشنج مع الميجور كريتيريا، وحاجه من الايمونولوجيكال فينومينا.
دي ممكن تبقى الاوسلرز نود وحاجه من الفاسكولار فينومينا اللي هي الجينوي ليجنز. يعني لو افترضنا بالصدفه ان عيان عنده اوسلرز نود وجينوي ليجنز يبقى ده كده عنده 2 من الماينر كرايتيريا. بعد كده نبتدي نتكلم على اللور ليمب اكزامينشن. تمام، اللور ليمبس يسري عليها نفس اللي مشي على الابر ليمبس، بس هيبقى عندنا زياده حاجه زي اللور ليمب ايديما. اللور ليمب ايديما مبدئيا ممكن تبقى يونيلاترال ايديما وممكن تبقى بايلاترال ايديما. في اسباب سيستميك بتعمل لنا بايلاترال لور ليمب ايديما، وعندنا اسباب لوكالايزد ممكن تعمل لنا يونيلاترال ايديما زي الدي في تي والسيليولايتس. تمام، رقم 2 بعلق عليه في الإديمة، هل الإديمة دي بيتنج ولا نون بيتنج؟ نون بيتنج إديمة دي ممكن نشوفها مع حالات الليمفيديمة، البيتنج إديمة دي ممكن نشوفها في حاجات زي الهارت فيلير، النيفروتيك سيندروم والليفر سيل فيلير والانجينيوروتيك إديمة، وممكن نعرفها بالسيرم ألبومين واليورين أناليسس لو أنا عندي هايبو ألبومينيميا أو بروتينيوريا، وممكن نشوفها مع النيك فين اكزامينيشن لو عندنا كونجستد نيك فينز ممكن تبقى كاردياك ايديما. مهم جدا في الكومنت بتاعنا على الايديما ان انا اشوف الليفل بتاع الايديما فين. تمام، هل هو بلوني انكل ايديما، بلوني اباف ني، وهل هي وصلت للسيكرم ولا لا، هل في سيكرال ايديما ولا لا. تمام، رقم 2 بشوف الايديما دي سيمتريكال ولا اسيمتريكال. تمام، بقول عليها هي بيتنج ولا نون بيتنج اديما. هنا ممكن اشوف الاديما على الدورسوم اوف ذا فوت، ممكن اشوفها بيهايند الميديال ماليولس على التشين اوف ذا تيبيا، وما ننساش نبص على السيكرال اديما بالذات في العيانين الكاردياك بيشنتس، لان العيان ده ممكن ما يبقاش بيدلدل رجله في الارض ويبقى نايم في السرير، وبيبقى ان الكاردياك ايديما بتبقى ديبندنت، فانا ممكن ما الاقيش ايديما في رجله والاقيها كلها متجمعه في منطقه السيكرم. مهم برضو حتى في العيانين الكاردياك بيشنتس ان انا اشوف هل الايديما دي سيمتريكال ولا اسيمتريكال، لانه ممكن يبقى عندنا ايديما في الناحيتين ويبقى في ناحيه اكتر من الثانيه، فابتدي افكر هل البيشنت ده مثلا بينام على جنب اكتر من الثاني، او انه يبقى فيه فوق الاديمة بتاعت الهارت فيلير يكون حصل دي فينس ثرومبوزس. ما ننساش برضو بعد كده ان احنا هنبص على الاذر سيستمز. يهمنا في الكاردياك اكزامينيشن بالذات في الرايت سايد كاردياك ديزيزز زي الترايكاسبيد فالف ديزيزز والرايت سايد هارت فيلير والكونستركتيف بيريكاردايتس والريستركتيف كارديومايوباثيز، ان احنا نعمل ابدومينال اكزامينيشن علشان اشوف هل في اسايتس، هل في هيباتوميجالي ولا لا، وما ننساش ان احنا نعمل تشست اكزامينيشن. يهمنا كمان علشان خاطر البلورال افيوجن ولو في بيزل كريبيتيشنز مع بالمونري فينس كونجشن. في نقط تانية ممكن نشوفها في الجنرال اكزامينيشن زي السكين، اخبار السكين ايه، هل في حاجه لللينف نودز، اذر بوينتس اعمل لها اكزامينيشن في الهيد اند نيك بالذات لو هعمل ثايرويد جلاند اكزامينيشن لو انا شاكك ان البيشنت ده عنده ثايرويد جلاند انلارجمنت او ان هو ثايروتوكسيك. تمام، وبعد كده هنبتدي نقول كمان نيورولوجيكال اكزامينيشن، لان في ريليشن قويه جدا بين الكارديك ديزيز والنيورولوجيكال ديزيز بالذات الحالات اللي ممكن يبقى معاها امبوليك كومبليكيشنز. تمام، فالنيورولوجيكال اكزامينيشن جزء من الجنرال اكزامينيشن ده بره. طيب بعد كده هنبتدي نتكلم على النقط الاساسيه في الجنرال اكزامينيشن، هنتكلم على الفايتال داتا والنيك فين اكزامينيشن. اول حاجه عندنا الفايتال داتا هنقول فيها ايه، عندنا البلس، البلاد بريشر، التمبريتشر والريسبيراتوري ريت. تمام، هنتكلم هنا مينلي عن البلس والبلاد بريشر. طيب البلس في بوينتس
معينه بنعمل عليها كومنت في البلس. ما ينفعش حد يقول لك ايه رايك في البلس تقول له هارت ريت كذا ريجلر فيلت. في بوينتس بنعمل كومنت عليه هي ايه؟ الريت، الريزم، الفوليوم، الايكواليتي اون بوث سايدز، البريفرال بلسيشنز اخبارها ايه، السبيشال كاركترز بتاعتنا. تمام. طيب بالنسبه للريت، احنا عارفين ان النورمال ريت من 60 ل 100، تحت ال 60 براديكارديا، فوق ال 100 تاكيكارديا. هشوف هو ريجولر ولا الريجولر. تمام. الفوليوم يعني مثلا البيشنت الشوكد، الفوليوم بيبقى ويك فوليوم، بيبقى الشوكد بيشنت البلس فوليوم بتاعنا بيبقى ويك. لو عندنا هايبر دايناميك سيركيليشن هيبقى البلس فوليوم سترونج، والقصه بتبقى مرتبطه في الفوليوم بالبلس بريشر، الديفرنس ما بين السيستوليك بريشر والدايستوليك بريشر. تمام. بعد كده نبتدي نشوف الايكواليتي اون بوث سايدز، وفي حالات ممكن يبقى عندنا البلس فيها ان ايكوال. تمام. دي حالات مهمه جدا، لانها ممكن يبقى السبب حاجه فيتل زي الاورتيك دايسكشن. تمام. فمهم جدا ان انا لما اعمل بلس اكزامينيشن اعمل كومنت على الايكواليتي على الناحيتين. تمام. ممكن يبقى سبب الان ايكواليتي حاجه زي الثراسيك اوتلت سيندروم، حاجه عامله كومبريشن على سبكليفيان ارتري في ناحيه، او ان البيشنت ده يبقى عنده اورتيك دايسكشن، او ان البيشنت يبقى عنده بيريفرال ارتيريال ديزيز في ناحيه، او امبوليزم. يبقى مثلا حصل امبوليزم في ناحيه من الـ من الـ من النواحي، فبالتالي البلسيشن هيبقى فيها مش زي الاذر سايد. فدي نقطه مهمه بتتنسي، الايكواليتي اون بوث سايدز. ممكن احنا نحس ناحيه ونكتفي بيها ويبقى البلس بالنسبه لنا فيها الفوليوم بتاعه كويس، وما اشوفش الناحيه الثانيه اخبارها ايه. بعد كده عندنا الكونديشن اوف ارتيريال وول والسبيشال كاركتر، وعندنا مجموعه من السبيشال كاركترز زي البلسس بارادوكسس، البلسس الترننس، البارفوس، التاردس، البسفيريانس، والباوندنج بلس. هنبتدي هنقولهم بالتدريج. طيب النورمال بلس ويف تتكون من رابيد اسيندنج ليم. تمام. وبيبقى عندنا ده بنقول عليه اناكروتيك شولدر، وبعدين ستيب ديسيندنج ليم. الستيب ديسيندنج ليم ده بيبقى فيه بوزيتيف ديفلكشن بنقول عليه الانسيزيورا. تمام. يبقى عندنا رابيد ابستروك او رابيد اسيندنج ليم وستيب ديسيندنج ليم. تمام. ده النورمال بلس. طيب ادي الرابيد اسيندنج ليم وادي الستيب ديسيندنج ليم وهنا الانسيسيورا، ودي بنقول عليها الدايكروتيك نوتش. طيب اول حاجه هنقولها هو البلسس بارفوس. يعني ايه بلسس بارفوس؟ بلسس بارفوس يعني احنا عندنا سمول بلس فوليوم، سمول ويك بلس. السبب ايه؟ السبب ان احنا عندنا حاجه قللت الستروك فوليوم. تمام. او حاجه قللت البريفرال ريزيستنس. تمام. عندنا حاجة اسمها بلس ستاردس. يعني ايه بلس ستاردس؟ بلس ستاردس يعني الاب ستروك بتاع الاسندنج ليم ديليد، ودي حاجة ممكن نشوفها في السيفير اورتيك ستينوزس، وبالتالي الاورتيك ستينوزس ممكن يبقى معاه بلس ستاردس اند بلس بارفوس. جزء البارفوس مرتبط بان الستروك فوليوم قليل، وجزء التاردس مرتبط بالديليد ابستروك ليم. هنا هو ده النورمال، ادي الاسندنج ليم الرابيد، وادي الستيب ديسندنج ليم. لو خدتوا بالكم ان هو البيك بتاعه الاسندنج ليم ديليد. تمام. نمره 2 البلس فوليوم نفسه قليل. طيب بالمناسبه البلس بيرفس والبلس ستارفس بيحصلوا او البلس ستاردس بتحصل لو ال في فانكشن نورمال. تمام. طيب نيجي بعد كده لحاجه اسمها بلسس بارادوكسس. ايه البلسس بارادوكسس؟ نورمالي مع الانسبيريشن
والاكسبيريشن بيحصل ماينور تشينج في السيستوليك بريشر. ولكن البالسس بارادوكسس معناها ايه؟ معناها انه مع الديب انسبيريشن هيحصل ريدكشن في السيستوليك بريشر اكتر من 20 مليمتر مركري، اكتر من 20 مليمتر مركري. ده بنشوفه في حالات ايه؟ ممكن نشوفه مع الكاردياك تامبوناد، ممكن نشوفه مع الكونستريكتيف بيريكاردايتس. طب ايه السبب مع الانسبيريشن؟ مثلا في الكاردياك تامبوناد مع الانسبيريشن انا بيبقى عندي كومبريشن على الكاردياك تشامبرز، وهذا الكومبريشن مش افكتنج الجريد فيسلز، سواء البالمونري فينز ولا السوبيريور فينا كافا ولا والانفيريور فينا كافا. وبالتالي مع الديب انسبيريشن التشينجز هتحصل على البالمونري فينز وعلى السوبيريور فينا كافا والانفيريور فينا كافا، والبيريكارديال فلويد هيبقى عامل ايزوليشن للكاردياك تشامبرز من الايفكت بتاع الانسبيريشن والاكسبيريشن. طيب احنا كنا بنقول دلوقتي على البالسس بارادوكس. احنا قلنا ايه البالسس بارادوكسس ده؟ ان احنا نورمالي عندنا بيحصل ماينور تشينج في السيستوليك بريشر مع الانسبيريشن والاكسبيريشن. تمام، البالسس بارادوكسس معناه ايه؟ معناه انه يحصل ريدكشن في السيستوليك بريشر اكتر من 20 مليمتر مركري مع الديب انسبيريشن. طيب ده بيحصل مع حالات ايه؟ بيحصل مع الكاردياك تامبوناد، ممكن يحصل في عيانين السي او بي دي، ممكن يحصل مع الريستريكتيف والكونستريكتيف كارديميوباثي. زي ما قلت لكم مع الكاردياك تامبونات بيحصل ايزوليشن للكاردياك تشامبرز من التشينجز في الثوركس مع الانسبيريشن والاكسبيريشن. تمام، ف لكن التشينجز دي ستيل افكتنج السوبيريو فينا كافا والانفيريو فينا كافا والبالمونري فينز. فمع الانسبيريشن بيحصل ايه؟ مع الانسبيريشن بيحصل زيادة في الفينس ريتيرن، ومع الانسبيريشن بيحصل انه الفينس ريتيرن بتاع اللنج بيقل على الليفت فنتركل. طيب يبقى التشينجز دي مختلفة ما بين اليمين والشمال، في حين انه التشينجز دي مش هتتنقل للكاردياك تشامبرز. وبالتالي هيحصل ايه؟ وبالتالي هيحصل انه مع الانسبيريشن الفينس ريتيرن على الرايت سايد كتير، فهيحصل شيفتنج للانترفنتريكلر سبتم من اليمين للشمال. ده هيعمل ايه؟ هيبتدي يقلل ال في فيلينج، تمام، وبالتالي يقلل الستروك فوليوم، وبالتالي يقلل السيستوليك بريشر. وصلت؟ طيب قصة البالسس بارادوكسس دي بتحصل ليه؟ بتحصل نتيجة ان انا عندي مع الانسبيريشن حصل شيفتنج في الانترفنتريكلر سبتم من اليمين للشمال، نتيجة انه الانسبيريشن هيزود الفينوس ريتيرن على الرايت سايد على حساب
ال في فيلينج وصلت. طيب طب انا قلت ان هي بتحصل في الكاردياك تامبوناد، لكن ممكن تحصل في حاجه زي الكونستركتيف كارديت، ممكن ما يبقاش ديفيوز ديزيز، يعني ممكن الكونستريكشن يبقى افكتنج، وبالتالي الايزوليشن بتاع الكاردياك تيمبرز من التشينجز في الانتراثوراسيك بريشر ممكن ما تبقاش كامله، يعني مش كل حالات الكونستريكشن لازم يحصل فيها بارادوكس. فاهمين الفرق؟ الكونستريكشن مش حاجه ديفيوز زي الكاردياك تامبونات. طيب نيجي بعد كده لحاجه زي الباوندنج بولس او الووتر هامر بولس، ده بيحصل مع الحالات اللي بيبقى عندنا فيها وايد بولس بريشر، زي الحالات اللي فيها هايبر دايناميك سيركيليشن، الثايروتوكسيكوزس، البي دي اي، اللارج اي في فيستلا، البريجننسي، وبيبقى عندنا الباوندنج بولس. معناه ايه؟ معناه ان انا عندي وايد بولس بريشر وبالتالي البولس فوليوم كبير. زي ما احنا قلنا البولس فوليوم حاجه معتمده على الواي على الويث بتاع البولس بريشر. وايد بولس بريشر يساوي بولس فوليوم كبير، نارو بولس بريشر معناه بولس فوليوم قليل. طيب في برضو في السبيشال كاركترز بتاعه البولس اكزامينيشن ممكن ندور على البريفرنس ساينز بتاعه ايه السيفير اورتيك ريجريشن، الكوريك بولس حالات السيفير اورتيك ريجريشن، يعني وجود البريفرال ساينز علامه على ان الاورتيك ريجريشن اللي موجود ده سيفير. تمام. في حاجه تانية ممكن نحتاجها في البولس اكزامينيشن، وهي الانكل بريكيال اندكس. الانكل بريكيال اندكس ده ما هو الا الريشيو ما بين الانكل بريشر للبريكيال بريشر. تمام. النورمال فاليوز بتاعتنا ان احنا نبقى من 0.9 ل 1.3. تمام. لو احنا من 0.4 ل 0.9 ده معناه ان احنا عندنا مايل تو مودريت بريفرال ارتيريال ديزيز، ده معناه انه الانكل بريشر اقل من البريكيال بريشر. تمام. هو اصلا نورمالي ممكن نلاقي ان البريشر في اللور ليم اعلى من البريشر في الابر ليم، وبالتالي الانكل بريكيال اندكس او الريشيو ما بين الانكل بريشر للبريكيال بريشر معانا من 0.9 ل 1.3، يعني غالبا الانكل بريشر اعلى. تمام. لو لقينا ان الفاليوز بتاعه الانكل بريكيال اندكس اقل من 0.9 ده علامه على وجود بريفرال ارتيريال ديزيز. انا اقدر عن طريق الانكل بريكيال اندكس كمان احدد السيفيريتي بتاعه البريفرال ارتيريال ديزيز من 0.4 ل 0.9 ممكن اقول عليه مايل تو مودريت، تحت ال 0.4 ده سيفير بريفرال ارتيريال ديزيز. الانكل بريكيال اندكس بيبقى عندنا ميجرنج للبريكيال بريشر والانكل بريشر بجهاز الضغط، وبيبقى معانا كمان دوبلر ميجرمنتس. تمام. طيب اخر نقطه عندنا في البلس اكزامينيشن ان احنا نبقى عارفين ان احنا بنعمل اكزامينيشن للبريفرال بلسيشنز. البريفرال بلسيشنز اللي عندنا الراديال ارتري على الراديال سايد اوف ذا ريست. تمام. عندنا البريكيال ارتري على الميديال بوردر اوف ذا هيومرس. عندنا الكاروتيد ارتري. في نقط مهمه في الكاروتيد ارتري اكزامينيشن، ان احنا بنعمل اكزامينيشن بالثمب وان احنا ما بنعملش اكزامينيشن للبوث كاروتيدز في نفس الوقت. تمام. بعد كده عندنا الفيمورال ارتري، عندنا البوبليتيال ارتري والدورسالس بيدس والبوستيريور تيبيال ارتري. ممكن اي حد نورمالي يبقى عنده يا اما الدورسالس بيدس ارتري مش موجود، يا اما البوستيريور تيبيال ارتري
مش موجود، تمام، بس اتليست هتلاقي عنده نورمالي واحد موجود على الاقل، تمام. مع ال peripheral pulsation examination نخلي بالنا من نقطة مهمة، ان احنا عندنا حاجة اسمها radio femoral delay. في حاجة اسمها radio femoral delay دي بنشوفها في حالات coarctation of aorta، ودي بنعمل لها detection عن طريق ان احنا نعمل simultaneous examination للradial artery pulsation مع الfemoral artery pulsation، وهنلاقي الfemoral pulsation delayed في حالات coarctation of aorta. femoral artery ممكن نعمل معها detection للradio femoral delay. ادي اماكن peripheral pulsation الكاروتيد، وزي ما قلنا بالثمب ما نعملش كاروتيد artery examination على الناحيتين مع بعض، البريكيال الراديال والالنر الفيمورال البوبليتيال الدورسال سبيدس والبوستيرير تيبيال. نيجي بعد كده للبلاد بريشر. اللي هو هتعرفه ازاي؟ لا هتعرفه ازاي ده؟ ده هو حسب انت حاسه ايه؟ اللي انت بتحسها هي البيك، تفهم قصدي؟ الويف دي ده كانك بترسم بريشر تريسنج، انت فاهم قصدي؟ انت مش هتشوف الويفز، تمام، انت بتحس البيك، تمام. فانت تقدر تكوريليت البيك اللي انت حاسسها في البريفرال بوزيشن دي، تمام، للهارت ساوندز مثلا، انت فاهم قصدي؟ انت دلوقتي مش البوزيشن دي حاجه سيستوليك، الديلي معناه ايه؟ معناه ان انت هتحس البريفرال بولسيشن متاخر عن السيستول بتاع الهارت ساوندز اللي انت بتسمعه، فاهم قصدي؟ لكن انت ما بتشوفش الويفز، انت بتحس البيك. فانا اقدر اقول مثلا ان هو تحت ايدك ضعيف، او ان هو ديليد يعني هو انت حسيته متاخر لكن انت ما بتشوفش ويفز. نيجي بعد كده للبلاد بريشر اكزامينيشن. عندنا الهايبرتنشن معناها ان احنا اكتر من او يساوي سيستوليك بريشر 140 على 90، ونبقى عارفين ان في جريدز للهايبرتنشن. الاوبتيمم تحت ال 120 على 80، من 120 ل 130 ومن 80 ل 85 بنقول عليه نورمال. في الكاتيجوري بتاع 130 ل 140 او من 85 ل 89 ده هاي نورمال. بعدين نبتدي نقسم الهايبرتنشن الى جريد 1 2 3 حسب 140 160 160 180 ولا اكتر من 180، وان في انتيتي اسمه الايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن، ان انا يبقى عندي السيستوليك بريشر هو اللي اكتر من 140 انما الدايستوليك بريشر اقل من 90. ولازم نبقى عارفين ان الجريد اوف هايبرتنشن بيفرق في ال ريسك ستراتيفيكيشن بتاع البيشنت. يعني مثلا انه السيستوليك بريشر ده بيخش في حاجه اسمها السكور. السكور ده التوتال كوليسترول بتاعه كام، هل هو سموكر ولا نون سموكر، تمام، والسيستوليك بريشر بتاعنا كام، ودي حاجه بنحسب منها الجلوبال كارديوفاسكولار ريسك بتاع البيشنت، تمام. وبالتالي الكارديوفاسكولار ريسك بتاع البيشنت بيزيد كل ما السيستوليك بريشر بتاعنا زاد.
طيب في حاجة اسمها الـ ودي مهم جدا ان احنا البيشنت ده يبقى فيه على الاقل from 3 to 5 minutes قبل ما نقيس الميجرمنتس يبقى فيه عندنا physical and mental rest. مهم قوي ان احنا ناخد الكف اللي الحجم بتاعها مناسب للارم بتاع البيشنت علشان ما ناخدش false measurements بسبب ان الكف كبيرة على ايده او انها صغيرة على ايده. مهم قوي ان احنا ناخد على الاقل two or more measurements لو عندي atrial fibrillation واخد الافرج بتاعنا. تمام، مهم قوي ان انا افتكر ان انا اعمل measurement للبريشر وتنشن تمام. طيب مهم جدا ان الاضطهاد يبقى قاعد قلنا انا ريجلر هارت لو ريجلر هارت ريذم تمام. و ده كده بيجمع عليه كوت هايبرتنشن وحاجة اسمها الماسكد هايبرتنشن. تمام، ايه دول؟ هنتكلم عليهم كمان شوية بس هما دول فتحوا لنا الباب ان احنا يبقى عندنا حاجة اسمها اوت اوف اوفيس بلاد بريشر ميجرمنتس. طيب ايه الاوت اوف اوفيس بلاد بريشر ميجرمنتس دي؟ ان انا ممكن اخلي البيشنت يقيس ضغطه في البيت ويسجله. تمام، او ان انا اركب له جهاز يسجل الضغط بتاعه وهو في البيت فطلعت values تانية للblood pressure وهي انه علشان اقول ان البيشنت hypertensive انا عايز ان الاوفيس blood pressure يبقى اكتر من 140 على 90 الارقام اللي احنا عارفينها. تمام، والهوم blood pressure مثلا ان انا هقول ان البيشنت hypertensive لو عدينا 135 على 85 يبقى الفرق ما بين الهوم والاوفيس بلاد بريشر ان احنا نزلنا 5 مليمتر ميركوري سيستوليك ودايستوليك. تمام، طيب لان في جزء من البريشر مرتبط بالستريس اللي على البيشنت ان هو بيقيس الضغط عند الدكتور. فالهوم بلاد بريشر ميجرمنتس نزلت لنا الابر ريفرنس بتاعنا لتشخيص الهايبرتنشن بدل 140 على 90 الى 135 على 85. ده اسمه ايه؟ هوم بلاد بريشر ميجرمنتس او هوم بلاد بريشر مونيتورنج، ان البيشنت هيقيس ضغطه بنفسه في البيت. تمام، طيب في حاجه تانية اسمها الامبيلاتوري بلاد بريشر مونيتورنج ودي حاجه ممكن تبقى مور اكوريت شويه عن الهوم بلاد بريشر measurements وهي دي ان احنا بنركب جهاز البيشنت بيروح بيه ويبتدي ياخد قرايات مختلفة للضغط بالنهار وبالليل ونبتدي نشوف قرايات الضغط بتاعت البيشنت دي اخبارها ايه. وقلنا انه الهايبرتنشن لو احنا خدنا قرايات الدي تايم اللي البيشنت صاحي فيها نفسها زي الهوم بلاد بريشر measurements ما فيش فرق. تمام، هما الاثنين اوت اوف اوفيس، هما الاثنين العيان صاحي. تمام، فنفس الفاليوز اكتر من 135 على 85. تمام، لكن الامبيلاتوري بلاد بريشر ميجرمنتس ادتنا ميزه ثانيه عن الهوم بلاد بريشر ميجرمنتس ان انا اقدر اقيس ضغط العيان ده وهو نايم. وبما ان الضغط احنا ونايمين بيبقى اقل فالفاليوز اللي هنشخص عليها هايبرتنشن في النايت تايم هي اكتر من 120 على 70 ودي قياسة
عمرنا ما كنا نقدر ناخدها من غير كده. ده العيان ده مش عند الدكتور ومش بيقيس ضغطه بنفسه، ده جهاز هو ونايم بيقيسه له. فالفاليوز عندنا اكتر من 120 على 70، وبالتالي الافرج لتشخيص الهايبرتنشن بالامبيلاتوري بلاد بريشر مونيتورنج ان افرج لما نحط الدي تايم ميجرمنتس مع النايت تايم ميجرمنتس هنلاقيها اقل شويه كمان. ليه؟ لان في جزء من الفاليو مرتبط بالنايت تايم ميجرمنتس اللي هي اصلا المفروض تبقى قليله. طب لو انا عندي الافرج بتاع ال 24 اور ميجرمنتس اكتر من 130 على 80، ده اللي هنقول عليه ايه؟ هايبرتنشن. يبقى الاوفيس ميجرمنتس 140 90، الهوم بلاد بريشر ميجرمنتس 135 85، الافرج 24 اور بالامبيلاتوري بلاد بريشر مونيتورنج 130 على 80. عرفنا الارقام دي معناها ايه؟ ما هو الافرج ده ما فيش حاجه اسمها قرايه واحده فوق الافرج. الافرج ده هو افرج كل القرايات اللي الجهاز سجلها، انت ما بتاخدش قرايه واحده. هو الافرج ده عباره عن ايه؟ ده عباره مش مشكله، ما مش هتبان في الافرج. ال 160 دي هي ليها دور بسيط في الافرج ريزلت، بس ما هي لو هي قرايه واحده مش هتفرق زي ما انت فاهم. قرايه واحده في وسط 16 قرايه مثلا حتى لو عاليه مش هتفرق، تمام. وساعات احنا وبنعمل انتربريتيشن لو لقينا ان في قرايه اود قوي بنعمل لها كانسلنج اساسا، تمام، لانه في اليمنت من الايرور ممكن يحصل في القرايه. مش انت جهاز الديجيتال ساعات انت وبتقيس ممكن يديك ايرور، فلو لقيت ان في قرايه اود قوي عن بقيه القرايات بنشيلها. طيب الاوت اوف اوفيس بلاد بريشر مونيتورنج هو الهوم بلاد بريشر ميجرمنتس او الامبيلاتوري بلاد بريشر ميجرمنتس، ودول اهميتهم ايه؟ اهميتهم لو انا شاكك ان في حاجه اسمها وايد كوت هايبرتنشن. ايه الوايد كوت هايبرتنشن ده؟ هنقوله بعد كده. الوايد كوت هايبرتنشن انه البيشنت بتاعنا يبقى عنده اليفيت هايبرتنشن، تمام، في الاوفيس ميجرمنتس، ومع ذلك انا شايف ان هو الجلوبال ريسك بتاعه قليل، او ان انا مش لاقي عنده شورت اورجن دامج، فابتدي اكونسيدر ان يكون الضغط بتاع البيشنت ده بيعلى في القرايات اللي بشوفها في الكلينيك، وبالتالي ده ممكن يبقى انديكيشن اوت اوف اوفيس ميجرمنتس. اوت اوف اوفيس ميجرمنتس علشان اشوف اخبارنا ايه. طب انا ازاي هشوف تنشن عنده هايبر تنشن طالعه 145؟ ما ينفعش اجي على واحد قراته 180 واقول ده ممكن يبقى وايد هايبر تنشن. انا عندي قرايات في الجريد 1، تمام، او ان انا الاقي ان انا عندي الاوفيس بلاد بريشر ميجرمنتس بتاعتنا عاليه والعيان ما عندوش تارجت اورجان دامج، لا الكلى متاثره ولا عينيه متاثره ولا القلب متاثر ولا اي حاجه. ممكن اكونسيدر لو القرايات بتاعتنا عاليه علو بسيط ان ده ممكن يبقى وايد كوت هايبرتنشن، فخليه يا اما يقيس هو ضغطه بنفسه في البيت يا اما ركب له امبيلاتوري بلاد بريشر مونيتورنج. تاني واحد هو الماسكت هايبرتنشن. ايه الماسكت هايبرتنشن ده؟ الماسكت هايبرتنشن ده هو الجزء المختلف عن الوايت كوت هايبرتنشن. يعني ايه؟ يعني ان انا دلوقتي ممكن يبقى عندي الاوفيس بلاد بريشر بلاد بريشر ميجرمنت نورمال، تمام، ولكن العيان مثلا لما عملت له امبيلاتوري بلاد بريشر لقيته عالي، تمام، او ان انا الاقي ان العيان ده على الرغم من ان قرايات الضغط بتاعته نورمال الا ان هو عنده تارجت اورجان دامج بتاع الهايبرتنشن، عنده نيفروباثي، عنده ريتينوباثي، تمام. يبقى
ده الجزء المعاكس للوايد كوت هايبرتنشن. وايد كوت هايبرتنشن يعني ان انا عندي اوفيس بلاد بريشر ميجرمنتس عاليه، ومع ذلك العيان ده ممكن يطلع انه الافرج بتاع الضغط بتاعه مش عالي وما عندوش تارجت اورجان دامج، في حين ان الماسكد هايبرتنشن العكس، ده واحد ممكن تبقى قراياته في الاوفيس قليله بس هو الافرج بتاعه عالي وممكن الاقي عنده تارجت اورجان دامج. ده برضو هعرفه ممكن ازاي، ممكن اعرفه بنفس الطريقه بالهوم بلاد بريشر ميجرمنتس او بالامبلاتوري بلاد بريشر مونيتورينج. مين تاني ممكن يفيدنا في ال بلاد بريشر مونيتورينج الاوت اوف اوفيس؟ حاجه مثلا زي الريزيستنت هايبرتنشن. يعني ايه ريزيستنت هايبرتنشن؟ ريزيستنت هايبرتنشن يعني ان كنترول بلاد بريشر تحت ال 140 على 90 في وجود لايف ستايل ميجرز معموله، وثلاثه من الانتي هايبرتنسيف دراجز على ان يكون منهم دايوريتك، ومع ذلك لسه البريشر مش كنترولد. تمام، فلو انا عايز ديتكت هل الريزيستنت هايبرتنشن اللي عندي ده فعلا ريزيستنت هايبرتنشن ترو ولا هي فولس كجزء من الوايد كوت افكت، انا ممكن برضو اعمل حاجه زي الاوت اوف اوفيس بلاد بريشر مونيتورنج. تمام، طيب احنا اتكلمنا عن الهوم ميجرمنتس. طيب في بقى سبيسيفيك انديكيشنز بيني الامبلاتوري بلاد بريشر مونيتورنج. تمام، هي ايه؟ اكيد لو انا عايز اشوف حاجه في الوقت اللي العيان ايه نايم فيها، او ان انا لقيت ديسكريبنسي ما بين الهوم بلاد بريشر ميجرمنتس والاوفيس ميجرمنتس، فاجيب حاجه فيصل بين الاثنين. طيب ده بيبقى الجهاز اللي بيسجل وجهاز الضغط، وبعد كده بناخد القرايات المتسجله على السوفت وير بتاعه ونبتدي نعمل لها اناليسس. سبيسيفيك انديكيشن لو انا عندي ماركت ديفرنس ما بين الاوفيس ميجرمنتس والهوم ميجرمنتس، او ان انا اعمل اسسمنت لحاجه اسمها نوكتورنال هايبرتنشن لو انا شاكك ان البيشنت ده ضغطه بيعلى وهو نايم، ونعمل اسسمنت لحاجه اسمها الديبنج. الديبنج ده هو ايه؟ هنشوفه دلوقتي. تمام، ده مثلا بيبقى شكل القرايات، هو 24 ساعه عمال ياخد في قرايات ويسجل سيستول ودايستول سيستول ودايستول سيستول ودايستول، وبعدين ناخد الافرج بتاع القرايات دي كلها، وابتدي اشوف الدي تايم بريشر كان اخباره ايه، النايت تايم بريشر كان اخباره ايه، والافرج اخباره ايه. فانا ممكن اعرف ان العيان ده مثلا الافرج بتاعنا كان عالي، او لا ده الدي تايم بريشر بتاعه هو اللي عالي لكن النايت تايم بريشر بتاعه معقول، او لا ده العيان ده الضغط بتاعه بيعلى هو ونايم. تمام، لان انا عندي قرايات دي تايم وليها ارقام، وقرايات نايت تايم وليها ارقام، والافرج. طيب ايه الديبنج ده بقى؟ نورمالي الريشيو ما بين النايت بلاد بريشر للدي بلاد بريشر بتمثل الافرج ما بين بالليل وبالنهار. اتفقنا انه الارقام بتاعه الضغط اقل بالنهار ولا بالليل؟ بالليل، علشان كده قلنا في قرايات الامبلاتوري بلاد بريشر انه هايبرتنشن فوق 135 85 في الدي تايم و120 70 في النايت تايم، وبالتالي نورمالي الريشيو ما بين النايت تايم للدي تايم اخبارها ايه؟ تحت الواحد. تمام، طيب ايه بقى الديبنج؟ بيقول لك نورمالي بيحصل ريدكشن في البلاد بريشر ديورينج نايت، ده بنسميه ايه؟ ديبنج. تمام، لما بنلاقي انه حصل ريدكشن في البلاد بريشر اكتر من 10% هنلاقي الريشيو دي بقت ايه؟ تحت البوينت 9. متفقين؟ تمام، طيب ايه الحاجات اللي ممكن تعمل لنا حاجه اسمها ابسنت ديبنج؟ يعني ايه ابسنت ديبنج؟ يعني لما جيت اشوف النايت تايم ميجرمنتس لقيتها عاليه، وبالتالي لما جيت احط الريشيو ما بين النايت تايم للدي تايم
لقيتها فوق البوينت 9 وتكاد توصل للواحد او اكتر من الواحد. زي ايه؟ زي العيانين اللي عندهم sleep disturbance او obstructive sleep apnea او renal autonomic neuropathy distressed هم ونايمين. والديسترس اللي بيحصل مثلا مع السليب ديسوردرز بيعمل هايبوكسيا، والهايبوكسيا هتعمل سيمباثيتك ستيميليشن، والسيمباثيتك ستيميليشن هيرفع الضغط. يبقى المفروض ان احنا نورمالي لما نيجي ننام ما نبقاش ديسترس، وبالتالي ما نبقاش هايبوكسيك، وبالتالي السيمباثيتك ستيميليشن مش موجود. فلما نيجي نقارن النايت تايم بريشر بالدي تايم بريشر هنلاقيه اقل، وبالتالي يحصل الديبنج اللي بنقول عليه. ولكن لو في حاجه من الحاجات اللي موجوده دي تمام اللي بتبقى عامله جزء من الريسبيراتوري ديستريس والهايبوكسيا للبيشنت هو ونايم، السمباثيتك ستيميوليشن اللي هيبقى عنده هو ونايم هيخليه كرونيكالي عنده اليفيتد بريشر وهو ونايم، وبالتالي يحصل عندنا حاجه اسمها ابسنس اوف ديبنج. تمام. طيب احنا قلنا الوايت كوت هايبرتنشن، وقلنا الماسكد هايبرتنشن اللي هو عندي قرايات الضغط في الاوفيس نورمال او هاي نورمال، ولكن البيشنت عنده تارجت اورجان دامج. نيجي بعد كده نتكلم على ان جزء مهم من الكاردياك اكزامينيشن، وانا بشوف ان الجاجولار فينس بالسيشن او الجاجولار فينس بريشر انا ببص على ايه؟ ببص على البريشر في الانترنال جاجولار فين. طيب الانترنال جاجولار فين انهي؟ اليمين ولا الشمال؟ اليمين. طيب اشمعنى اليمين؟ هنقول وبعتمد على الجاجولار فينس او الانترنال جاجولار فينس بالسيشن كرفلكشن للرايت اتريال بريشر. يبقى نيك فين اكزامينيشن انا اقصد بيها ريفلكشن لمين؟ للرايت اتريال بريشر. طيب بقيسه ازاي؟ انا بشوف الهايت بتاع الويف اوف جاجولار فينس بالسيشن بالسنتيمتر من الاسترنال انجل. نورمالي المفروض انها تبقى اقل من 4 سنتي من الاسترنال انجل. طيب هشوفه فين؟ بنفضل الرايت انترنال جاجولار فين، لان الرايت انترنال جاجولار فين هو الاندايركت كونتينيويشن مع السوبيريور فينا كافا والرايت اتريوم. مش عايز الليفت انترنال جاجولار فين، لان الليفت انترنال جاجولار فين ده علشان يوصل للرايت اتريوم في الانومينيت فين اللي معدي بالعرض، فانا مش عايز حاجه معديه بالعرض ممكن يبقى فيها كومبريشن او اوبستراكشن يديني فولس ميجرمنتس. فانا هاخد الرايت انترنال جاجولار فين اللي مش معدي في الشست بالعرض واندايركت كونتينيويشن مع الاس في سي والاي في سي، ومش عايز الاكسترنال جاجولار فينز اللي هي على الرغم انها انا بشوفها اسهل الا انها ممكن ما تبقاش مناسبه بالنسبه لي لانها عرضه اكتر للاوبستراكشن. تمام. طيب البيشنت بنقعده في انجل 45 وابتدي اجيب اعلى نقطه في الرايت انترنال جاجولار فينس بالسيشن واخد فيرتيكال ميجرمنت مع الاسترنال انجل هيديني رقم. الرقم ده هزود عليه 5 سنتي هما المسافه ما بين الاسترنال انجل للميد رايت اتريوم ويدينا السنترال فينس بريشر. يبقى في حاجه اسمها الجاجولار فينس بريشر اللي هو المسافة ما بين التوب ليفل بتاع الرايت انترنال جاجولار فين للاسترنال انجل اللي هو نورمالي ما يعديش الاربعة، اللي لو زودت عليه 5 ممكن اجيب حاجة اسمها السنترال فينس بريشر. متفقين؟ طيب دي الويفز هنتكلم عليها دلوقتي. اهم حاجة ان احنا البيشنت يبقى قاعد في زاوية 45 ونبقى في نور كويس علشان نشوف في، وزي ما قلنا بقيس من vertical measurements من ال top of the right internal jugular vein vein pulsation لل external angle.
طيب مهم ان انا اعرف لو حد قال لك انت عرفت ازاي ان ده فينس ولا ارتيريال بلسيشن. الفينس بلسيشن بتبقى في البوستيريور تريانجل اوف ذا نيك او بيهايند الاسترنوماستويد، انما الارتيريال بلسيشن ميديال للاسترنوماستويد. لو عملنا اوبليتريشن للروت اوف ذا نيك الفينس بلسيشن ممكن اعمل لها اوبليتريشن، انما الارتيريال بلسيشن لا. الارتيريال بلسيشن بتبقى جيركي، الفينس بلسيشنز ويفي. بعد كده نبتدي نشرح ايه هي الويفز بتاعه الجابلر فينس بلسيشن. عندنا A X descent V wave Y descent. ايه دول الويفز دي؟ طول عمرها حاجة بتلخبط الناس، فاحنا عايزين نعرف اصلا هم عبارة عن ايه علشان نحاول ان احنا ما ننساهمش. تمام. اول حاجة حط في دماغك ان ده يعبر عن ايه؟ الرايت اتريال بريشر. فتخيل نفسك وكأنك موجود فين؟ في الرايت اتريال. وهيحصل ايه؟ طيب الاي ويف دي تمثل ايه؟ تمثل الاتريال كونتراكشن. تمام. وانا ببص على الرايت انترنال جاجلر فين. طب وقت الرايت اتريال كونتراكشن هيحصل ايه؟ هيحصل ريفرسال اوف بلاد، يطلع على الرايت انترنال جاجلر فين، صح؟ فبالتالي هيدينا ايه؟ بوزيتيف ديفلكشن. يبقى الاي ويف دي تمثل الرايت اتريال كونتراكشن، وبما ان البريشر هيعلى فهي بوزيتيف ويف. طب الاي دي سيستوليك ولا دايستوليك؟ دايستوليك. هو اتريال سيستول، بس دي في مرحله ايه؟ الليت دايستول. تمام. يبقى الاي دايستوليك. طيب بعد كده هيجي عندنا حاجه اسمها الاكس ديسنت. ايه الاكس ديسنت دي؟ اللي هي النازله دي. الاكس ديسنت دي معناها ان طالما هي ديسنت يبقى البريشر بيقل، صح؟ طيب البريشر هيبتدي يقل مع بدايه السيستول. تمام. مع بدايه السيستول خلاص الاتريال كونتراكشن خلص، فالحاجه اللي كانت عامله لي زياده في البريشر راحت، فيبتدي البريشر يرجع تاني ايه؟ ينزل. وهو والبريشر بينزل هيحصل ايه؟ بدايه السيستول. السيستول الترايكاسبيد فالف بيحصل فيه ايه؟ كلوجر. فانا والبريشر بينزل في الرايت انترنال جاجلر فين بعد نهايه الاتريال كونتراكشن هيقابلني السيستول، فالسيستول ده هيعمل لي ويف صغيره اسمها السي، اعتبر نفسك ما شفتهاش، اللي هي الترايكاسبيد فالف كلوجر، ومكمل البريشر عمال ينزل. تمام. طب بالتدريج في السيستول الترايكاسبيد فالف مقفول، صح؟ وبالتالي الفينس ريتيرن اللي عمال يجي هيبتدي يزود في البريشر، فيعمل لي الويف رقم 2 في السيستول اللي هي ايه؟ البي ويف. السيستوليك اكس ديسنت ثم انا اول كان عندي الكونتراكشن، فالبريشر عمال ينزل ونتيجه ان الترايكاسبيد فالف مقفول، فالفينس ريتيرن عمال يجي، هيبتدي الرايت اتريال بريشر يعلى ويبتدي الرايت انترنال جاجلر فين يعلى، فيبتدي يظهر لي سيستوليك ويف ثانيه بالبوزيتيف اسمها الفي ويف. سنت والويف ما هو ايه؟ ويف. اول البريشر كان بيقل او قليل، بعدين جمعت فينس ريتيرن والترايكاسبيد واقف مقفول، فيبتدي الفينس بريشر يعلى فيظهر لي السيستوليك ويف. كاسبيد فالف اوبننج، فيحصل ايه؟ الدم كله ينزل في الفنتركل، فارجع تاني البريشر يحصل له ايه؟ ان هو يقل، فيعمل لنا الدايستوليك ويف التانية اللي اسمها ايه؟ الواي ديسنت، اللي هي في نهايتها يحصل اتريال كونتراكشن فيعلى البريشر تاني. عرفنا كده؟ يبقى انا عندي البوزيتيف ويفز هما الاي والفي،
البوزيتيف ويفز هما الاي والفي. الاي نتيجه الاتريال كونتراكشن، والفي نتيجه اكيوميوليشن اوف بلود في الرايت اتريوم في السيستول مع الكلوجر اوف ذا ترايكاسبيد فالف. تمام. انما عندنا اتنين ويفز بالنيجاتيف هما الاكس ديسنت اللي بتحصل في السيستول، تمام، والواي ديسنت اللي بتحصل في الدايستول. الاكس ديسنت ده في اول السيستول والبريشر عمال ينزل بعد الاتريال كونتراكشن، تمام، والواي ديسنت نتيجه اوبننج اوف ترايكاسبيد فالف وبدايه الفنتريكولر فيلنج، وبالتالي الرايت اتريال بريشر قل. السيستوليك ويفز هما الاكس والفي، الدايستوليك ويفز هما الاي والواي. في مشكله في دول؟ تمام. نيجي بعد كده ناخد الابنورماليتيز بتوعهم. ممكن يبقى عندي absent A wave مش موجودة، ودي ممكن الاقي عندنا large A wave، تمام، ممكن اشوف prominent V wave، ممكن اشوف deep Y descent. هنشوف الحاجات دي كلها. طيب ايه الاسباب اللي ممكن تعمل الجاجولار فينوس بريشر؟ الكونجستيف هارت فيلير، رايت سايدد هارت فيلير، الترايكاسبيد فالف ديزيزز، الكونستريكتيف بيريكارديتس، الكاردياك تامبوناد، البالمونري امبلز، ولو عندنا اوبستراكشن في السوبيريور فينا كافا. تمام. الابنورماليتيز اللي ممكن نشوفها لو احنا افترضنا دي النورمال ويفز، الاي الاكس ديسنت، الفي الواي ديسنت، مع الاتريال فيبريليشن ممكن ما الاقيش هنا هو ايه. طيب حاجه تانية، بالمونري هايبرتنشن او ترايكاسبيد ستينوسس او بالمونري ستينوسس، حاجات كلها رافعه الرايت اتريال بريشر. تمام. فبالتالي مع الاتريال كونتراكشن البريشر هيزيد اكتر واكتر، فنلاقي الاي ويف بروميننت. تمام. حاجه زي الكومبليت هارت بلوك، ممكن يحصل حاجه اسمها كانون اي ويف. ليه؟ تمام. هيحصل ماركت اليفيشن في الرايت اتريال بريشر، وبالتالي ماركت اليفيشن في الرايت انترنال جاجولار بريشر. فاشوف حاجه اسمها كانون اي ويف، ده انا كان هيحصل لي ديفلكشن والرايت اتريوم بيكونتراكت والترايكاسبيد فالف مفتوح، كان بس الكونتراكشن بيرفع لي والترايكاسبيد فالف ايه مقفول. تمام. يعني انا كان هنا في حاجه زي دي انا بتكلم على ان انا حصل كونتراكشن ار في بريشر، هنا تخيل بقى انه مش تمام. طيب هنا مع الترايكاسبيد ريجريشن انه في الاكس ديسنت ليعقوب انا عندي فرصه ان البريشر يبتدي في الرايت اتريوم يقل وبعدين يبتدي يعلى مع الاكيوميوليشن اوف بلاد. طب الكلام ده بيحصل والترايكاسبيد فالف اخباره ايه؟ مقفول. هل في اي ليك بيحصل من الفنتركل للاتريوم؟ مفيش. تخيل بقى ان البيشنت عنده ترايكاسبيد ريجيشن اللي هو بالمناسبه سيستوليك ولا دايستوليك؟ سيستوليك. انا بدل ما قفلت الترايكاسبيد فالف عمال يقل في الرايت اتريوم وبعدين يبتدي يعلى مع الاكيوميليشن اوف بلاد، انا جبت لك شويه بلاد تانيين من تحت من الفنتريكلز، فيبتدي يبقى عندي ايه مع الترايكاسبيد ريجريشن؟ بروميننت في ويف ما سمحش لفتره انه البريشر ينزل، لا يرفع لك البريشر.
فيبقى عندي حاجة اسمها prominent V wave، وعلى حسب degree of tricuspid اشوف ال prominence بتاع ال V wave اخباره ايه. يبقى بالتالي كل ما كان ال V wave prominent كل ما كان ال tricuspid regurgitation more severe. نيجي بعد كده لحاجة اسمها الكاردياك تامبوناد والكونستريكتيف بيريكارديتس. طيب احنا اتفقنا ان الواي ديسنت ده حاجة سيستوليك ولا دايستوليك؟ دايستوليك. حصل نتيجة ايه؟ opening of tricuspid valve وبداية الريدكشن في الرايت اتريال بريشر علشان الدم نزل في الفنتركلز، صح؟ طب عايزين نتخيل مع بعض الكونستريكتيف بيريكارديتس. كونستريكتيف بيريكارديتس ده ما هو الا حزام حوالين القلب، تمام، بيخلي الدايستول في الاول يحصل لغايه ما البريكارديوم يوقف بقيه الدايستول. انا محزم القلب فمديله فرصه في اول الدايستول فقط ان هو يملى، وبعدين خلاص مش هيملى اكتر من كده. هنلاقي مع الكونستريكتيف بريكارديتس حاجه اسمها ديب واي ديسنت. ليه؟ لان هو كل الفنتريكولر فيلينج مع الكونستريكتيف بريكارديتس حصل ان ذا ايرلي دايستول، وبالتالي هنلاقي ان الواي ديسنت ده ديب، حصل كله في اول الدايستول وبعد كده مفيش، تمام. اللي هو لو قريناه في مثلا واحنا بناخد البريشر تريسنج بالقسطره، ال السكوير روت ساين، السكوير روت ساين فيه جزء نازل لتحت وبعد كده بلاتو. ايه السكوير روت ساين دي جت منين؟ ان انا عندي في الاول بيحصل فيلينج ومره واحده يقف، تمام. السكوير روت ساين دي في القسطره يماثلها ان هو الديب واي ديسنت، ان انا عندي كل الفنتريكلر فيلينج حصل في اول الدايستول وبعد كده مفيش فيلينج تاني، فالواي ديسنت هتبقى ديب. انما مثلا ممكن تلاقي في التامبوناد مكتوب ايه؟ اوبليتريتد واي ديسنت. ليه؟ لانه في الكاردياك تامبوناد انا ببقى محزم القلب تماما لدرجة انه البريشرز بقت عالية في الكاردياك تشيمبرز لدرجة انها بقت لا تسمح انه اي بلد يخش من الاس في سي او من الاي في سي الى القلب. انا البريشرز عندي عليت لدرجة انه خلاص ما بقاش فيه حاجة تقدر تخش. طب هو امال الدم بيخش امتى؟ الدم بيخش فقط في وقت السيستول. ليه؟ لانه في شوية خرجوا فسمحوا الحبة زيهم ان هم يخشوا من الاس في سي والاي في سي الى الرايت اتريوم. وصلت؟ انا في الكاردياك تامبوناد انا عامل اليفيشن وايكواليزيشن في البريشرز في الكاردياك تشيمبرز، فمفيش اي فيلينج تاني قادر يدخل جوه القلب. الوقت الوحيد اللي هيحصل فيه فيلينج هو وقت السيستول علشان في حبة خرجوا من القلب فحبة زيهم يخشوا، وبالتالي انا مش هلاقي واي ديسنت. ليه؟ لان الواي دي حاجة دايستوليك، انا وقتها مفيش حاجة دخلت اصلا. وصلت؟ في بعد كده حاجة اسمها الهيباتو جاجولار ريفلكس. ايه الهيباتو جاجولار ريفلكس ده؟ ان انا لو عملت كومبريشن لمدة 15 الى 30 ثانية على الرايت هايبوكوندريوم يحصل زيادة في الهايت بتاع الفينس بلسيشن اكتر من 4 سنتي. طب ده ممكن نشوفه فين؟ ممكن نشوفه في حالات الترايكاسبيد ريجيستيشن، حالات الرايت سايدد هارت فيلير، الكونستركتيف بيريكارديتس او الكاردياك تامبوناد، تمام. والحاجة التانية هي الكوسمول ساين. ايه الكوسمول ساين دي؟ الكوسمول ساين انه بيحصل بارادوكسيكال رايز في الجاجولار فينس بريشر مع الانسبيريشن.
هو المفروض ان انا مع الانسبيريشن يحصل زياده في الانترا ثراتيك بريشر وزياده في الفينس ريتيرن، بس دي حاجه بتعتمد على ايه؟ ان الرايت سايد اوف ذا هارت كومبلاينت ومنيت زياده الفينس. ولو انا عندي مشكله في الرايت فينتريكولر فيلنج نتيجه مشكله في الرايت فينتريكولر كومبلاينس، ممكن يحصل ايه مع زياده ال مع الانسبيريشن الرايت سايد مش قادر ياكوموديت الدم الزياده اللي جه، فيحصل ايه؟ بدل ما الجاجلر فينس بريشر كان المفروض مع الانسبيريشن انه يقل، لقيته لا ابتدى ايه؟ يعلى. شكرا. حد عنده سؤال؟ حد فيه حاجه بقى؟